كنت في مدريد وانا طيب واحد طنجيه طيب طنجيه مدريد دخلت وفي الاخر فاش طيب لقيت راسي تتصل بها صاحبي قال لي الو راه نسيتي الثومه طيب طنجيه ما فيها لا ثومه لا رجعت للزريعه عاوتاني هزتنا فيها شويه الثومه عاد صدقات مزيانه اكتشفت بان انا عارف نطيب يعني عندي واحد اللمسه يمكن نقدر نكون طباخ علاش لا ما نقدر نكون عندي واحد اللمسه انا في الطياب نقدر ندير شي شويه كان الملحه زعما تنعبر بيديها وداك الشيء ماشي زعما نحتاج يقول لك جوج معلقه تاع عادي تندير انا طق تنحس بان انا درت شي حاجه هذه معقل عندي ديك اللمسه السحريه تاع الطبخ تنفهم لها يعني سمح نقدر ما نقدر علاش لا طباخ مزيان بحال هكا شي شاف الشيف محمد رضا شنو ماشي هو اللي كيعجب محمد رضا بزاف وكيعرف يطيب هو البيض بالخليع انا استقسمت الطباخ البيض بالخليع تنسخن الماء باش نصيب اتاي تنصيب اتاي مزيان لا لا مؤخرا كنا في الصحراء وتعلمت نطيب اتاي بالطريقه الصحراويه وداك تبقى تقلبوا هكا داك الشيء صافي تيديروا فيهم ماشي مواد واحده اخرى تزيدوها انا تيخلع عليا داك المواد وداك الشيء ما تعرفاش منين جايه انا لازم كنت تخلع واخا يسمحوا لي الناس تاع الصحراء ما تزيدوا داك واحد العلك عنده واحد لعبه سميتها العلك تيديروها في وسط انا تدخل عليا داك العلك ما عرفتش شنو هي نمشي ندير عليها دراسه ما نعرفش انا شنو هذاك الشيء ما عرفتش لا زوين هما تيصدق لهم انا يديروا شي واحد صحراوي نشربوا من يديه ولكن انا باش نسيد داك العلك بيديه ما نعرفش